سلام، انا معاد احبوش، مرحبا بك في هذا الفيديو. اليوم غنناقشوا واحد الدرس اللي من بين الدروس اللي كاينين عند صحاب الباك في مادة علوم الحياة والأرض، واللي هو استهلاك المادة العضوية وتحرير الطاقة او لا تدفق الطاقة. قبل ما نهضروا على استهلاك المادة وتحرر الطاقة، غنقول لك على شنو كتقرا انت بالضبط. انت دابا راك كتقرا في علم الاحياء، دونك هذه فرصة زوينة في حياتك انك تقرا علم الاحياء في المغرب. مهم، هو علم الاحياء فيه بزاف ديال الفروع، وحنا بالضبط غنقراو علم البيئة الطاقي، واحد الفرع من فروع علم الاحياء، ايكولوجيكال انرجيتيك. سنة 1866 غيجي واحد السيد من المانيا سميتو ارنست هيجل، وغيوري للعالم علم البيئة. هاد هيجل هذا كان عزيز عليه اكتشف الكائنات الحية، واكتشف بزاف ديال الكائنات، الالاف ديال الكائنات الحية اكتشفها هو. مهم، هو اللي اكتشف هذا العلم، ومن بعد جاو علماء من بعده طوروا داكشي ديما كيديفلوب، العلم ديما غادي وتيتطور. هاد علم البيئه الطاقي نفع في بزاف ديال الحوايج، من بينهم لونطريمون، يعني الناس اللي كيديروا الحديد وتيديروا كمال الاجسام بحالي خاصهم ينظموا الماكله ديالهم، وبطبيعه الحال هذا النظام ديال الماكله ما غايجيش غير هكاك، يعني خاصهم يعرفوا السكريات الدهنيات وكذلك البروتينات. وحتى الناس اللي كيديروا الريجيم تينفعهم هذا العلم هذا، يعني هذا العلم تينفع كل شيء، حيتاش كيهتم بالجسم ديال الانسان وشنو تياكل والماده العضويه اللي تدخل ليه. انسان باغي الطاقه مثلا غياكل السكريات بالجهد، انسان اخر مثلا باغي نمو العضلات غياكل البروتينات، انسان باغي يزود الجسم ديالو بالحراره والنشاط غياخذ الدهنيات. خلاصه القول، هذا العلم نفع البشريه. منا واليكم. بون، استهلاك الماده وتدفق الطاقه، شنو هي الماده؟ شنو هي الماده اللي كنستهلكو؟ شنو هي الطاقه اللي كتكفح وتتدفق؟ ولكن بلاتي راه ما غندخلوا الماده العضويه حتى انها خاص ضروري تكون فيها الطاقه، ديك الطاقه اللي بغينا تدفق في الجسم ديالنا. وثلاثه د المواد العضويه اللي فيهم الطاقه معروفين، الدهنيات، البروتينات، والسكريات. السكريات مجهدين فيهم جزيئات الطاقه، هاد السكريات كيزودوا الجسم بواحد الطاقه هائله. بطبيعه الحال الدهنيات والبروتينات حتى هما تزودوا الجسم بواحد الطاقه، ولكن ماشي بنفس المقدار اللي كتزودوا به داك السكريات. واللي كيتسناني نقول ليه شنو هما البلايص اللي تيكونوا فيهم السكريات باش يزود الجسم بالطاقه ويدخل حتى هو الحديد ويتريني، مرحبا اخويا، شكون لا يحوجك، غير بدا لاصال. كاينين في القماح، كاينين في الذره، كاينين في الروز، كاينين في البطاطا. بغيتي تعرف حتى البروتينات باش تكبر العضلات، مرحبا، كاينين في البيض، كاينين في اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، والحوت الى اخره. صحاب سيريوس ماس وواي بروتين، خليكم في الدرس. غير بالنسبة للبروتينات والسكريات، السكريات عندهم مصدر نباتي والبروتينات عندهم مصدر حيواني. أما الدهنيات هذه حالة خاصة، فيها مصادر نباتية ومصادر حيوانية، بحال مثلا يمكن لك أنك تأخذ الحليب من البقر، ولا مثلا تأخذ من المعزة الحليب، وكذلك الزبدة تأخذها من البقر ومن المعاز، ما كنحملش المعاء، مهم، والفرماج حتى هو. كاين كذلك حيوانات بلا هادو اللي كيعطيوك هاد الدهنيات بحال الحليب، الجبن، الفرماج اللي هو الجبن، وكاين عاوتاني بلا هاد الحيوانات النباتات كيعطيوك الدهنيات، بحال مثلا الزيتون كيعطيك زيت الزيتون، الارغان كيعطيك زيت الارغان. واو، داكشي ارغان زيتون. وكاين نباتات، شوف بزاف كاينين، بزاف كيعطيونا الدهنيات، ولكن كما قلت لكم السكريات كتنتج طاقة هائلة، داك الشيء علاش ركزوا عليها في هذا الدرس. أنك تأكل التفاح ولا المانجا ولا الأناناس ولا بطاطا ولا المهم شي حاجة فيها السكريات، ماشي هي أنك تأكل الزبدة ولا الزيت، يعني الطاقة ديال السكريات هائلة، كتحرر واحد الطاقة اللي كبيرة بزاف وكيستفد منها الجسم. ومن بين المشاهير ديال السكريات الجليكوز، غندويو على شنو كيوقع في الجسم ديالك ملي كيدخل ليه الجليكوز. انت اخي الافيوني، في الجسم ديالك كاين الملايير ديال الخلايا الحيوانيه، راه كاينه حتى الخلايا النباتيه. بون، انت ماشي نبات، عندك الخلايا الحيوانيه، حتى الحيوانات عندها الخلايا الحيوانيه، ولكن حيوانات الجليكوز. اوكي، ناخذ منك مثلا خليه ونراقبوها ملي تاكل انت واحد التفاحه. علاش تفاحة؟ خاصك تاكلها صاحبي، خاصك تاكل التفاح حيتاش فيه السكريات، علاش كندويو؟
او بالاحرى سكر الجليكوز. ها انت كليتي التفاحه دابا سكر الجليكوز ديالك غيمشي للخلايا، او لا ناخذو كما قلنا ناخذو خليه واحده من الخلايا ديالك. الجليكوز عنده واحد الصيغه كيميائيه معروفه C6H12O6 داكشي ديال اوبوم او ساس. من بعد دابا ما كليتي التفاحه الجليكوز اللي فيها شد طريقه للخليه، ولكن اجي ندوي شويه على الخليه حتى هي. الخليه عندها مكونات بحالك، انت عندك يدين رجلين نيف فم الخ، الخليه حتى هي عندها مكونات. الخليه عندها واحد المكون اساسي اللي هو سيتوبلازم، سيتو كتعني خلوي وبلازم كتعني جبلة. هاد السيتوبلازم الداخل ديالو فيه واحد اللعيبه سميتها النواه، هاد النواه هادي هي اقدم عضيه تكتشفت، واللي هي فيها الاشاره فيها الادين ديالك. بون الادين ما غيجي الاكتشاف ديالها عن طريق غريغور مينديل، هاد السيد ما غندويش عليه دابا حيتاش غندوي عليه في الوراثه، ولكن النواه غيكتشفها واحد المجهري سميتو انطوني فان ليفنهاك. هاد خينا هذا حتى هو كان عزيز عليه، بدا يقلب ويبحث ويبقشش، فغيجيب السلمون واحد الحوت غياخذ الدم ديالو غيعرضو في المجهر وغيلقى واحد البلايص بحال الكرات مفتوحين في الداخل ديال الدم. دوك التجويفات اللي لقاهم انطوني سماهم واللي هما الكرات المفتوحين، هما بحال معضودين والداخل ديالهم عامر بشي تويشيات، سماهم بالنواه. هذا تعريف صغير باش ناخذوا فكره على النواه. السيتوبلازم ديال الخليه كذلك فيه واحد العضيات سميتهم الميتوكوندريات، واللي حتى هي عضيات صغيره. كويت كان الغزلان صغير تبارك الله، الله يحجبكم الماماكم الميتوكوندريات. ومن بعد هاد الميتوكوندريات كاينه واحد الفجوه بحال شريجم صغير مدور ومحلول، وكاين غشاء سيتوبلازمي وكاين جبله شفافه ترانسبارون. هاد الجبله الشفافه هي اللي شاده دوك البلايص اللي ما فيهم حتى عضي، لا للنواه ولا الميتوكوندريات، حيت كما قلنا النواه عضي الميتوكوندريات عضيات، ولكن هاد الجبله الشفافه هي دوك المناطق اللي ما فيهمش هادو، يعني دوك المناطق اللي بقاو. كون كان السيتوبلازم ما فيه حتى شي عضي مدور هكا ما فيه حتى شي عضي غنسميوه جبله شفافه، ولكن الجبله الشفافه سميناها غير دوك المناطق اللي ما فيهمش العضيات، يعني ما فيهمش العضيات سميناهم الجبله الشفافه. المهم ماشي انا اللي سميتهم، الناس العلماء اللي سموهم. هاد الجبله الشفافه الاغلبيه فيها مكونه من الماء ولزيجه، صافي هادو هما المكونات ديال السيتوبلازم اللي هو المكون الاساسي للخليه اللي كاينه في الجسم ديالك اولا في الدم ديالك. حبس شي بلاصه هنا اخويا، لاش هادشي كامل؟ الجواب هو باش نعرفو كيفاش كتدفق الطاقه اخي الافيوني. شكرا على السؤال ديالك الزوين. فهاد الخليه اللي المكون ديالها الاساسي هو السيتوبلازم اللي دوينا عليه كيوقع هدم الجليكوز اللي في التفاحه اللي كليتي، وانا عارف لحت عليك شويه الباطل ولكن نفترضوا انك كليتيها. مهم الجليكوز مشى للخليه، ولكن كاين جوج اوساط فين غيمشي هاد الجليكوز وغيتهدم، وسط حي هوائي ووسط حي لا هوائي. الاولاني وسط التنفس والثاني وسط التخمر. الا كليتي تفاحه في بلاصه ما فيهاش O2 يعني O2 ما دخلش للجسم ديالك، يعني O2 ما مشاش للدم ديالك، يعني ان الهدم كيوقع في وسط حي لا هوائي اللي هو وسط التخمر. اما الا كليتيها في بلاصه فيها شجر المناظر حداك صحابك كلشي معاك فيها O2 بركة من الحلوم فيها O2 الهدم، يعني ان O2 في الجسم ديالك يعني ان O2 في الدم ديالك يعني ان الوسط حي هوائي، يعني الهدم كيوقع في وسط التنفس. وسط التنفس معروف عليه واحد الحاجة، أن الخلية فيه كيكونوا فيها الميتوكوندريات كبار بعقلهم وكتار. أما في وسط التخمر لما فيش O2 كيكونوا وسط حي لا هوائي كيكونوا صغار وقلال. الفرق كاين في القد والعدد، في وسط التنفس كاين ميتوكوندريات كبار وكتار، أما في وسط التخمر كاين ميتوكوندريات قلال وصغار. وشنو الفرق بينك انت وانت وانت؟
مهم ندوي لكم على الجليكوز من اللي كيوصل للخلية في هاد جوج الأوساط. أندوي دابا على وسط التخمر، والحلقة الجاية غتكون على وسط التنفس، حيت فيه بزاف داكشي علاش خليته حتى الحلقة الجاية. وسط التخمر ساهل، الجليكوز كيدخل للخلية كيمشي ديريكتومون للجبيلة الشفافة، ما كيمشيش للميتوكوندريات، حيت حنا اصلا هادشي كنستعملوه فيه غير الجبيلة الشفافة والميتوكوندريات، ولكن في وسط التخمر كيمشي غير الجبيلة الشفافة، كيتهدم كيعطينا من الطاقة جوج جزيئات وحمض لباني. ما عرفتش نتفكر اللبن في هذا الحمض اللباني، اللبن وطعامه. مهم كيعطينا حمض اللباني اللي هو جوج CH3 CO H2 COOH. اما التنفس غنناقشوه في الفيديو الجاي. Peace and love، نتمنى ان يكون عجبكم هذا الشيء هذا، ودعموني بلايك الى عجبكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.